اذبحيه وخلصينا منه. مش العصمه في ايدك؟ روح وانت طالق بالثلاثه. لا انا جوزك، انا جوزك، احبك احبك يا اخي. حبك بر برا 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 برا. بيت بيت يا ثريا، بيتك ده ايه؟ بيتك يا بيتك، بيت برا. امشي انت برا. ما تنساش اسمي على الباب. ثريا برا يا اخويا، امشي برا. انما لوز حته راجل مغفل تقله ذهب. لا تقولي لي بقى صابر الجندي ولا الف زيه. كفايه بقى يا سالم، احنا خدنا من صابر كل حاجه، خدنا منه فلوسه وعربيته وشقته، ومش فاضل غير ان احنا نتجوز. نتجوز ليه؟ ما احنا كويسين قوي اهو. هو انت ناقصك ايه؟ ما انا ملك ايديك اهو يا حبيبتي. احنا مش متفقين على كده؟ ايوه اسمعي كلامي بس، وسيبك من حكايه الجواز دي دلوقتي. احنا ان شاء الله داخلين على شغل جامد هيعلينا لفوق لفوق، هنبقى من اصحاب الارانب والفرصه قدامنا. انت حليوه وانا نبيه، يبقى ناقصنا ايه؟ مش ناقصنا بقى غير ان احنا نمد ايدينا ونهبر. نهبر. موضوع الجواز كل ما اكلمك فيه. صدقيني يا ليلى ما بتهربش، لكن في ظروف. اي ظروف؟ البكالوريوس واخدته، وبقيت شريك بابا في المعرض، حالتك الماليه كويسه جدا، ايه اللي يمنع بقى؟ ليلى انت ما تعرفيش عني كل حاجه. انت حاولت تقولي وانا ما سمعتش. في ايه يا شريف؟ مخبي عني ايه؟ انا في حياتي شيء معذبني، خليني مش قادره اتمتع لا بالفلوس ولا بالنجاح ولا بالدنيا نفسها. انا عارفه، علشان كده عايزاك تحكي. تستريح انت واستريح انا. معلش مش دلوقتي، هيجي يوم تعرفي فيه كل حاجه. بلغني عنه. طب وسميرة هربت ليه؟ مرات الأب يا شريف، مرات الأب اللي ما تراعيش ربنا. بس كله منك، كان لازم تستنى مع أختك. ما قدرتش يا عم شاكر، ما قدرتش أعيش في بيت واحد مع ست زي دي. دي تعبان يلبد ويلدغ. أديك شفت خربت البيت إزاي؟ يا ما قلت أبوك ما سمعش كلامي. يا ترى هو فين دلوقتي؟ يا ترى سميرة عاملة إيه في الدنيا اللي ما بترحمش دي؟ جري يا سمارة، ما توري بيومي مين شطارتك وتعمل له كاس على مزاجك. أنا ماليش دعوة بالحاجات دي. مالك يا أمورة؟ في حاجة مزعلاكي؟ طب عن إذنكم أنا بقى بس هجيب علبة سجاير من جوه.
طيب يا ستي، ما دام انت بقى مش عايزه تضيفيني اضيفك انا. اتفضلي يا حلوه. اسف، ما بشربش خمر. يا سلام، صحيح بنات الاصول بتبان عليها. انا من ساعه ما شفتك وقلت عليكي بنت مؤدبه. صحيح، اسمحي لي بقى اقدم لك الهديه الصغيره. ما باخدش هدايا من حد غريب. يا ستي الغريب بكره يبقى قريب. بكره ما هتعرفيني مش هتقلعيني من صباعك. وعادي بالجواز وطلع جشاش.
لعب عليا زي ما لعب عليك وهيلعب على كتير غيرنا، لكن صبرك عليا يا سالم. اما لعبتك على حد المشنقة عيب يا سرايا، الكلام ده يبقى بيني وبينك. سمير، انت بيت يا سمير؟ تعالى هنا، لسه بيني وبينك حساب عسير. ابعدي انت عني دلوقتي. انت يا سمير،